أنواع التوابع. للتوابع نوعين: توابع معرفة بشكل أساسي ضمن بنية اللغة، وهناك المئات من هذه التوابع. أحد أقدم هذه التوابع هو التابع GetType، والذي مر معنا في درس سابق. أما النوع الثاني فهو التوابع المعرفة من قبل المبرمج. بإمكاننا استدعاء التوابع المعرفة من قبل المبرمج بنفس الطريقة التي نستدعي فيها التوابع المعرفة بشكل أساسي ضمن بنية اللغة.